وذكر حجاج الأندلس خبر ثورة العلاء بن مغيث الجذامي اليحصبي. كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يحاول استعادة السيطرة على الأندلس من الأمويين، وفي هذه السنة قام العلاء اليحصبي بثورة على عبد الرحمن الداخل الأموي، متبنياً الدعوة للخليفة العباسي المنصور في بغداد. فتوجه عبد الرحمن الداخل إلى قتاله، والتقى الجمعان عند قرمونة، فتمكن عبد الرحمن الداخل منه وقتله، وأرسل رأسه إلى الخليفة أبو جعفر المنصور وهو في الحج، فلقب المنصور عبد الرحمن بصقر قريش، وقال: ما في هذا الشيطان مطمع، فالحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر.